حياكم الله، رجعنا لكم وما زلنا متواصلين في حديثنا عن ربيب النبي المصطفى. وقلنا الربيب معناها ابن الزوجة، وكان هو يعتبر النبي المصطفى والده لأنه تربى في بيت النبي المصطفى، وهو الذي كان يفاخر ويقول من يعني عنده أب مثل أبي وأم مثل أمي وأخ مثل أخي وأخت مثل أختي. يكفيه من عظيم الشرف أن أخته سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء، وأمه سيدة نساء العالمين سيدتنا خديجة الكبرى، وأخوانه طبعا أولاد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيدنا هند ابن أبي هالة. أتى لنا بأوصاف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند سيدنا حسن. وحقيقة عندما أتيت بهذه الحلقة، أول حاجة في داخلي يعني شعور بمعنى من معاني الاعتذار لهذا الصحابي، كأننا قصرنا في إخبار سيرته. الأمر الثاني، حتى أستعرض في الحلقة شيء من شمائل النبي المصطفى التي حقيقة تفنن فيها سيدنا هند بن أبي هالة، تفنن في وصف النبي المصطفى. سيدنا الحسن لما راح لخاله هو يقول له خالي، ذهبت إلى خالي هند بن أبي هالة وقد كان رجلا وصافا، عنده إتقان وعنده فن في أوصاف النبي المصطفى. وعندما تلاحظون في الاستغراب في عدم وجود أخبار كثيرة في شؤون هند بن أبي هالة، فلا تلوموني، لأنه هو ممن يعني قيل أنه شهد بدر وشهد أحد وعاش وشهد المشاهد كلها. تعرفوا متى كانت وفاة هند بن أبي هالة؟ يعني استمرت حياته في عهد سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب، ومات في موقعة الجمل سنة 37 للهجرة. يعني عاش حياة طويلة جدا، ومع ذلك لا يوجد من أخباره إلا النزر اليسير من الحديث يعني تروى عنه، يعني ما في شيء الكثير عنه، لكن الحديث كذلك اللي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في ابن عساكر قول النبي المصطفى: إن الله أبى أن أزوج أو أتزوج إلا من أهل الجنة. كذلك حديث الشمائل الرائع اللي سيدنا الحسن عندما ذهب لخاله هند، تعرفوا ليش؟ هذا يعني دائما أنا بأكررها في كل مكان وفي كل موطن، أقول انظروا إلى هذا الحديث. وسيدنا الحسن يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة وعاش حين من الزمن بين يدي رسول الله، كم جلس على حجر رسول الله وكم صعد على ظهر رسول الله، لكن عندهم عشق لسماع أخبار وأوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عشان كذا ما يملون من السماع، بل كانوا يستلذون بسماع أوصاف أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو يقول في الحديث اللي رواه الترمذي، إيش تتخيل؟ كان يقول: كنت أشتهي أن أسمع أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن المشتهى عنده في زمن لربما الواحد فينا يشتهي أنواع الطعام الفاخرة، أو يشتهي أنواع المأكولات، أو يشتهي أن يسافر إلى الشرق أو أن يسافر إلى الغرب، أو أن يذهب يمنه أو أن يذهب يسره، أو أن يحوز الأراضي أو أن يحوز الأموال أو يحوز الكثير من الخيرات. الذي كان مشتهى لسيدنا الحسن ابن علي أن يسمع أوصاف النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلذلك قال له يعني صف لي أخبرني بأوصاف النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبدأه سيدنا هند بن أبي هالة وقال له: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. أول ما بدأ جماعة قلنا لكم هذا الرجل رجل وصاف، يعني رجل ما هو بسيط، رجل عظيم في حاله وفي إدراكه وفي بلاغته وفي منطقه، ومع ذلك الأخبار عنه شيء قليل جدا جدا جدا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. يعني إيش فخما مفخما؟ يعني عظيم في نفسه، معظم عند كل من حوله. وكيف ما يكون معظم؟ وكما قال عروة بن مسعود: يا قومي إني ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. عندهم شدة تعظيم وحب للنبي المصطفى الكريم لأنه حبيب المولى سبحانه وتعالى.
هذا المعنى وهذا الوصف هو الأول، يا ترى ما الوصف الثاني؟ قال يتلألأ وجهه، يتلألأ وجه النبي المصطفى تلألؤ القمر في ليلة البدر. شفت البدر كيف لما يكتمل القمر البدر، النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مثل القمر بل هو أضوأ من القمر، مثل ما كان يقول سيدنا جابر ابن سمرة عندما كان يسامر النبي المصطفى. يا سلام، كان يقول سيدنا جابر: كنت أنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، وأنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، فوالله لوجه رسول الله عندي أضوأ من القمر. النبي صلى الله عليه وسلم نوره أجل وأجمل وأعظم حتى من نور القمر. هذه حقيقة، تعرفوا ليش؟ لأن النور القمر يأتي ويختفي، أما نور النبي المصطفى فبه الهادي يهتدي، يهتدي الهادي بنور النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يعني يقال في النبي المصطفى وجهه: إذا رأيت فكأنك ترى الشمس طالعة من أثر النور الذي كان يجري من وجه النبي المصطفى. فبعضهم قال له: أكان وجه رسول الله مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر وجه النبي المصطفى السيد الآخر. وما زال بعد ذلك يتوالى في شأن الوصف، فقال: كان النبي المصطفى أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، يعني عظيم الرأس النبي المصطفى، رجل الشعر، إذا تفرقت عقيقته فرقها. هكذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن. استمتع وانت تسمع أوصاف النبي المصطفى. هذا الحبيب المصطفى أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبهم من لم يتأمله أشم، كث اللعية، كث اللحية، أدعج، سهل الخدين، ضليع الفم، حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما عنقه، حتى عنقه أتقن وتفنن في وصفه، فكأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة من شدة جمال يعني الحبيب المصطفى، معتدل الخلق، بادنا، متماسكا، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين. هكذا كانت أوصاف النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مهما قرأنا في الحديث، يعني أتمنى أنه ما أنسى شيء من الشمائل الجميلة الرائعة اللي ذكرها سيدنا هند بن أبي هالة. أنا أتمنى عندما الآن سوف نذكر وصف من الأوصاف، مثلا ذكر هند بن أبي هالة أنه أنور المتجرد، يعني لما تجرد النبي صلى الله عليه وسلم النور يبرز منه. لا تستغربوا هذا، انظروا في عباد بن بشر، كان لما خرج من عندي رسول الله خرج له نور من الصوت الذي كان معه، أضاء له الطريق إلى بيته، وحصلت لأسيد بن حضير. فلا تستعجبوا ذلك في رسول الله، كان إذا تكلم النبي المصطفى خرج النور من بين ثناياه. إحنا لما نسمع الأوصاف هذه حنشوف كيف عظمة سيدنا هند في إتقانه في وصفه للنبي المصطفى، فحيزداد تعلقنا وحبنا بسيدنا هند ربيب النبي المصطفى، وحنحب أكثر وأكثر الحبيب المصطفى بكثرة تعرفنا على شمائله اللي محتاجين نرجع لها. حديث سيدنا هند يا جماعة موجود في سنن الترمذي، في كتاب شمائل الترمذي، ارجعوها واقرؤوها وقرؤوها أولادكم وحفظوها أولادكم. لابد نحفظ شمائل النبي المصطفى، أعظم وأفضل وأجل من أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. يقول في هند بن أبي هالة: أنور المتجرد، أي النبي المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم، موصول ما بين اللبة والسرة. كان صلى الله عليه وصحبه وسلم أشعر الذراعين، عجيب الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوصافه، عجيب في ملامح النبي المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم. طويل الزندين، رحب الراحة، شثنا الكفين، بعضهم يقول ايش عن شثنا الكفين، يعني انه سائل الاطراف في اوصافه فيها طول وفيها غلظه وفيها سبحان الله لطافه، لانه سيدنا انس يقول: ما مسست دباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. حتى مشيت جماعه وصفها سيدنا هند بن ابي هاله، كان اذا زال زالت تقلعه، مشيته يمشي الهوينا، يعني الحبيب المصطفى عجيب في كل أمره، في كل شأنه، جاءت الأوصاف كلها
في من سيدنا هند متوالية، كان إذا مشى كأنما ينحط من على صبب، إذا التفت التفت جميعا خافضا طرفه، جل نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. هذه كده على عجالة ملامح من أوصاف النبي المصطفى اللي ذكرها سيدنا هند بن أبي هالة. العجيب إنه في آخر الحديث كان يقول سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب، يقول كتمت ذلك عن الحسين فترة من الزمن، ثم بعد ذلك يعني كان بينهم تنافس إنه مين يعرف أوصاف النبي أكثر، فقال ثم أخبرته فوجدت الحسين فعل مثل فعلي، وسأل هند وزاد في سؤاله عن سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه، أي أن سيدنا الحسين سأل مثل ما سألتنا وزاد في الأسئلة. هكذا كانت أحوالهم في شدة شوقهم لمعرفة أوصاف النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هند ابن سيدنا هند ابن هند أي الحفيد، هذا الحفيد يذكر عنه أنه مات بالبصرة من الطاعون لما خرجت الجنازة لابن سيدنا هند صاحب الحلقة التي نتكلم فيها، مات بالبصرة سيدنا هند ابن هند، خرجت معه 4 جنائز، فقالت وصاحت امرأة ابن ربيب رسول الله مات، فترك أهل البصرة كل الجنائز وتوجهوا إلى جنازة ابن ربيب النبي المصطفى، واحتشدت كل الحشود عندها وتذكروا والده هند وتذكروا بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من فضل الله علينا أن جعلنا مسلمين، ومن كرمه أيضا أن خص بعضنا بنعم عظيمة فكرمنا وشرفنا دون جهد منا، ومن حقه علينا أن نقوم نحن في المقابل بشكره على كل هذه النعم من خلال العمل الذي نقوم به والخير الذي نسعى إليه والاستثمار الإيجابي لهذه الامتيازات التي يتمناها الكثير ولا يحصلون عليها. من هذه النعم ما أنعم الله به على الصحابي الجليل بطل قصتنا هند بن أبي هالة من قوة التعبير وجودة الوصف، فنقل لنا صورة رائعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفنا معنى الشمائل المحمدية، ماذا لو اتخذناه قدوة فوصفنا بنفس الطريقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكل من حولنا، ماذا لو تعلمنا هذه التفاصيل العظيمة وعملنا بها ثم غرسناها في أجيالنا القادمة، ترى بأي حال سيكون حال هذه الأمة؟ الخلاصة اللي حابين نخرج بها من الحلقة، وأتمنى أني ما أكون سببت لكم لخبطة، لأنه إحنا في حلقتنا بنتكلم عن سيدنا هند ابن أبي هالة اللي هو هند ابن هند، وفي آخر الحلقة تكلمنا عن وفاة ولدهم اللي هو هند ابن هند ابن هند، وقلنا أنه كانت وفاته في البصرة، كانت وفاته قرابة عام 70 للهجرة. أما صاحب الشخصية اللي بنتكلم عنها سيدنا هند بن أبي هالة، ذكرنا في أول الحلقة أنه كانت وفاته في موقعة الجمل، وكان في صف سيدنا علي بن أبي طالب سنة 37 للهجرة. المهم أنه أعظم فائدتين أنا أريد أخرج بها من الحلقة، الحاجة الأولى أنه محتاجين نتعرف أكثر وأكثر على أصحاب النبي المصطفى، على أحباب النبي المصطفى، على آل بيت النبي المصطفى، على أمهات المؤمنين. يا جماعة لازم نعود أولادنا على هذا الأمر، والحاجة المهمة جدا 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 نخرج بها من الحلقة هذه إنه إحنا في أمس الحاجة لكي نتعرف على أوصاف أحب الخلق إلى قلوبنا. إذا ما عرفنا أوصاف وصفات النبي المصطفى الخلقية والخلقية، نعرف أوصاف من؟ أتمنى أن الحلقة هذه تفتح لنا يعني هذين الأمرين، وتعيد لنا النظر بهم حتى نتعرف ونحب ونتعلق فنحشر معهم، اللهم آمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا هند ابن أبي هالة،
يوجد صحابي آخر اسمه هند بن حارثة الأسلمي، وكان ممن يتشرف بخدمة النبي المصطفى، حضر الحديبية وأمضى أوقاته بملازمة خدمة النبي المصطفى، وكان يقول في سيدنا أبو هريرة: ما كان هند وأسماء إلا ملازمين وخادمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تذكر بعض الكتب أنهم كانوا 8 أخوان وكلهم كانوا منشغلين بخدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هيئنا الله وأهلنا وإياكم لخدمة الحبيب المصطفى من خلال خدمة شرعه ونهجه وهديه. اللهم آمين يا رب العالمين. نجوم الأرض أصحابي وهم للخير.